كم من الآن اللحظة هذه كم من إنسان يدعي أن لله ولد؟ كم؟ والله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم، ما هي أذيته لله عز وجل؟ قال يدعي أن لي ولدا. والله الذي يقول قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم هم الذين الآن على وجه الأرض يدعون أن لله ولد؟ كم هم الذين يكفرون بالله كلية ولا يؤمنون به، يعبدون صنما أو يعبدون بقرة أو يعبدون أكرمكم الله حتى فرجا، كفر بالله عز وجل. كم هم؟ وكم هم الذين فعلا على دين الله عز وجل؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع ذلك هل سمعتم خسفا في شرق الأرض أو في غرب الأرض أو جاءت صاعقة فمحت الناس، أم أنهم يرفلون بنعم الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل صبور، صبورا على عباده. وربنا عز وجل أجابنا بآية ليشرح لنا لماذا هو يصبر على العباد. وانتبه لهذه النقطة، لماذا الله يصبر على الظالم وهو يستطيع أن ينتقم منه؟ شوف يا جماعة، في شخص يصبر لأنه لا يستطيع أن ينتصر، وفي شخص يصبر لأنه ليس بيده لا حول ولا قوة. لكن هل الله عز وجل يعجزه شيء في الأرض أو في السماء؟ أبدا، ومع ذلك يصبر. لماذا يا رب؟ قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ما هي الكلمة التي سبقت من الله؟ قال إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك لا يجري الغضب جل جلاله إلا بعد أن يمهل ويفتح الباب للرحمات، فيرسل الرسل وينزل الكتب ويفتح الآفاق ويضع المواسم خلف المواسم من أجل أن يتوب العباد. لماذا؟ لأن الله لا يستعجل بالعذاب جل جلاله، وهذا من شدة رحمته. وفعلا يا إخوة، كم من أقوام عاندوا فصبر عليهم أنبياؤهم ثم عادوا، وكم من أقوام لما لم يعودوا انتقم الله منهم، مثل ما قرأ إمامنا حفظه الله قصة نوح مع ابنه. ونوح هذا النبي العظيم الذي ضرب أروع أنواع أمثلة الصبر. أيوب يضرب فيه المثل بصبره، أليس كذلك؟ كم صبر على الأذى؟ 16 سنة. نبي الله صبر 16 سنة على الأذى. نوح كم صبر يا أخوان؟ 950 سنة وهو يصبر على المستهترين الذين كانوا يمرون عليه فيقولون، يسخرون منه عندما يرونه يصنع السفينة، فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ونوح الذي كانت زوجته وابنه ليسوا على دينه ومع ذلك صابر في دعوته. ونوح الذي أمضى قرابة 1000 سنة يدعو الناس وما آمن معه إلا القليل. ونوح الذي يرى ابنه يغرق أمام عينيه ويصبر لله ولا يجزع ولا يغضب على الله، بل إنه عندما يناجي ربه إن ابني من أهلي، فيقول الله له إنه ليس من أهلك، فلذلك يصبر ويرضى بقضاء الله. ثم بعد ذلك، بعد أن يقص الله لنا قصة نوح، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله لا يمكن أبدا أن يخذل عبد صبر لله عز وجل أبدا، لأن هذا الدين مبني على الصبر. ومن هنا نستقي الدلالة العظمى في تعلم اسم الله الصبور،
أن يكون له أثر في حياتنا في الصبر. تأمل صبر الله على خلقه ثم اجعل لهذا الأمر أثر في حياتك، أثر في دينك أنت، دينك عندما تحافظ عليه ماذا يقول الله لك؟ يقول فاصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ربنا عز وجل يطلب منك أنك تصبر نفسك مع الصالحين، مع الذين يصلون بالليل والنهار في بيوت الله، مع الذين يرفضون المنكر ويفعلون الطاعة، اصبر نفسك معهم. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر. كلنا مجبولون على حب المال، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام، مع أنك تحب المال، قذف في قلبك حب المال، ثم قال لك هذه الدنيا قدامك، تستطيع أنك تسرق وتغش وترابي، فإن صبرت ظفرت. كلنا مجبولون على حب الشهوة، فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا. كلنا مجبولون على الحرام، على النوم، نحب النوم، ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي. لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر، ما في شيء يأتي بلاش، لازم تصبر، لازم أن يرى الله منك الصبر. ولذلك مع الصبر تفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يصبر، وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقب. شوف يا أخوان، في صبر بلا عقاب، هذا اسمه حلم ليس اسمه صبر. صبر بلا عقاب هذا اسمه حلم ليس صبر، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كيف؟ الآن مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا، هذا الذي يعيث في الأرض شرا وفسادا وينشر الرذيلة في كل مكان، ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب، هل هذا عدل؟ لا يمكن. لكن الله عز وجل يمهلهم، ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن يا محمد، لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه، والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له، لا يغرنك، فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم. وإلى الظالم، الظالم ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه، غره جنوده، غره زبانيته، غره المرجفون حوله، وبدأ يظلم ويبطش، سواء كان حاكما أو حتى ولو كان فردا بسيطا في بيته، يظلم ويبطش يستغل قوته، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية، يقول له الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والذي يستهزئ حتى في دين الله، ولا الذي يعيش على معاصي الله، يقول الله عز وجل له انتبه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الله عز وجل يصبر، لكن في نهاية الصبر هناك حساب، وهذا هو عدل الله عز وجل، أن الله يمهل العبد، يصبر على العبد، يفتح له الفرص لعله أن يتوب. ولذلك يا إخواني، إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة
وعلى المجرمين. لا تظن أن هذا عجز من الله عز وجل، لا، تعالى الله ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه، قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة. ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العباد. طيب وحقوق الناس والناس المظلومة؟ لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، لكن هذا ينجو من النار، وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل. لكن ربي لا يحب أن يعذب عباده. إذن يا إخواني، أولا نعلم ما معنى الصبور، هو الذي يؤخر العاقبة على الذين يستحقون العقوبة، الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة. الثانية، اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء، لا، كل صبر له نهاية عادلة، سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم، وهذا تمام عدل الله عز وجل. المسألة الثالثة، اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان. واسمع لهذا الحديث، علشان إذا جيت تصلي الفجر في هذا البرد تركت النوم وأتيت إلى بيته، تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل. إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون، ثم وقفت بين يدي الحي القيوم، لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر. إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأنت ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله، لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك، لا يضيع هذا عند الله. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا أخي، يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته. من هم يا رسول الله؟ أما الأول فرجل خرج في غزوة للجهاد، فرجع الناس إلا هو صابر، وقف يدافع عن دين الله. هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله، والله لا يخذل. وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور، والله إن النيران تصليهم من كل مكان، وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم، لا يخذلون من خلفهم. هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل. من هو الثاني يا رسول الله؟ قال: الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء، ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين يدي الله عز وجل. الله أكبر. أيهم أعظم، صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل؟ الفجر أعظم، فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر؟ أيضا أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأما الثالث فرجل سافر مع قوم، والسفر تعب وجهد، فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا، قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل، ترك الراحة من أجل أن يرضي الله عز وجل. انظر ما هي عاقبة الصبر، أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.